لكن في الحقيقة في خبر مهم جدا، وهو بيتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. والناس في الحقيقة يعني وضعوا بعض الأكواد الإعلامية المطلوب جدا اتباعها خلال الفترة اللي جاية، وأنا بعتبره في الحقيقة أو بعتبرها خطوة غاية في الأهمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. والناس اللي هناك في الحقيقة غاية في الاحترام يعني، وغاية في التميز والاحترافية والمهنية العالية جدا. فهقرأ لحضراتكم البيان لأن ده مهم جدا، إن الناس كل البرامج خلال الفترة اللي جاية تتبع كل هذه الأكواد. مجلس الإعلام يهيب بالقنوات تجنب ما يثير الفتن والصراعات بين جماهير الكرة، ده طبعا في إطار نبذ التعصب يعني. أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا اليوم الأحد أهاب فيه بالقنوات الرياضية المصرية الابتعاد عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة. وقال المجلس في بيان إن لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية، وده مهم قوي بصراحة، ويفحص الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن ويتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه، والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي. وأوضح المجلس أن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية: 1- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، حلو. عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج عن مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك، مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع. مهم. عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأن والتأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط. 4- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام. 5- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية. 6- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع. 7- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى. 8- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع. وأخيرا 9- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم. في الحقيقة يعني أكواد مهمة ويعني نقاط مهمة جدا من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجاية في توقيت كمان أكثر أهمية علشان يعني يتم تناول الموضوعات والأحداث الرياضية بالشكل الموضوعي بدون إثارة أي فتن، ده أمر غاية في الأهمية.